فجر اليوم السبت النهارده السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي زار الكليه الحربيه والتقى بابنائنا وبقول لهم انا جاي اطمن المصريين على رجال مصر البواسل اللي هيبقوا جنود وضباط في المؤسسه الوطنيه الاولى في مصر، والقى كلمه في ابنائنا الطلاب. دي صور ل الزيارة وماراثون الدراجات اللي اعتدناه بصراحة من الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم. والرئيس السيسي قال أيضا كلمة، تعالوا نشوف جزء مما قاله. أنا جيت النهاردة عشان أطمن على رجال مصر وعشان كمان أطمنهم على مصر بلدنا كلنا. انا عارف طبعا ان انتوا بتبذلوا جهد كبير هنا، وعارف ان احنا بنبني مهارات عظيمه جدا جدا لاعداد جيل جديد من القاده والمقاتلين الاشداء. الجيل ده جيل مسلح بكل ما تعنيه هذه الكلمه من القدره في مختلف المجالات، سواء كانت القدرة البدنية أو القدرة العلمية أو المهارات الأخرى المطلوبة. الدنيا بتتغير وبتتطور، وإحنا كمان بنتغير وبنتطور طبقا للتغيير ده عشان نبقى إحنا مواكبين للعصر اللي إحنا موجودين فيه. وأنا متأكد ومتابع كويس قوي كل الجهود وكل التدريبات والمناهج اللي موجودة في الكلية في الكليات الأخرى، فأنا سعيد بيكم وسعيد بالمستوى اللي انتوا موجودين فيه، وبتمنى لكم دايما التوفيق. كمان أنا عايز أطمنكم على بلدنا مصر. احنا الأمور الحمد لله رب العالمين تسير بشكل جيد في كل المجالات، والحقيقة البطل في هذا الأمر هو الشعب المصري يعني. وخليني من هنا برضو من الكلية الحربية اللي هي رمز للعسكرية المصرية، ان انا مرة تانية وتالتة وكل مرة يعني ابعث للمصريين بتحية تقدير واحترام واعتزاز، لان هم خلال الخمس سنين اللي فاتوا دايما كانوا بيضربوا المثل العظيم في كل شيء، فكل الشكر ليهم. الأمور الحمد لله رب العالمين في بتسير بشكل أفضل، وإحنا مستمرين في برامجنا سواء كانت الاقتصادية أو البرامج الأخرى. الهدف منها إن إحنا نضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها مصر. فمرة تانية كل التحية والتقدير ليكم، وبتمنى لكم دايما التوفيق، وبقول لكم ان دايما بقولها لكل الطلبه او كل الضباط او كل الاجهزه المسؤوله عن امن وسلامه مصر، بقول لهم مصر امانه في رقبتنا كلنا، مصر امانه في رقبتنا كلنا بكل ما تعنيها هذه الكلمه. شكرا جزيلا، شكرين، شكرا. دي كانت كلمات رئيس الجمهورية لأبناء الطلاب في الكلية الحربية، وكما رأينا هي رسالة محفزة لولادنا، انتوا اللي هتحموا الوطن، انتوا اللي هتبنوه أيضا، وأيضا بيطمنهم على الوضع العام داخل مصر. في المقابل أنا بناشد السيد رئيس الجمهورية أن مثل هذه الزيارات أيضا نتمنى أن تكون في كليات أخرى زي كليات الشرطة، كليات طب، يلتقي بأبنائه الطلاب، يبعت لهم أيضا رسالة تحفيزية لولادنا، يطمنهم على أوضاع البلد. وأتمنى ألا يكون الاكتفاء بالكلية الحربية فقط. كل التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع الكليات.